جايز، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو راح نلعب لعبة بي كي اكس دي. اليوم طبعا بهذا الفيديو راح نشوف اشي كتير كتير حلو اللي امبارح يا جماعة كان بالانستغرام، سو حبيت اني اشارك معكم هذا الاشي اللي هني اخبار جديدة تبع لعبة بي كي اكس دي. اوكي، سو قبل نبلش هذا الفيديو اشتركوا بالقناة، كمان حطوا لايك، وطبعا احبكم كثير كثير كثير. وهلا طبعا خلي انه نبلش. طبعا اهم شيء يا جماعه نسيت ما قلكن، اوكي، انكم تشتركون بقناتي يعني عن طريق الضغط الضغط على زر اشتراك الاحمر، ولا سبسكرايب عشان انكم تنضمون لعائلة اسراء جيمر. اوكي، سو يو هاف تو سبسكرايب اند جوين اور كيوت فاميلي تبع فاميلي عائلة اسراء جيمر اللي فيها متابعيني الحلوين الكيوتي. اوكي، سو يا اوكي ما عليكم. المهم ما بفلي قاعدة هيك بعيد الحكي كثير مرات، ما عليكم. المهم يا اشتركوا وحبكم كثير، احبكم كلكم. اوكي، سو يا هلا ليتس ستارت. طبعا فيرست طبعا لعبة بي كي اكس دي بتعرفوا انه عندها انستغرام، شركة لعبة بي كي اكس دي الانستغرام اللي بتنزل فيها بوستات وستوريات، بيسوون فيها مسابقات وكتير اشياء ومدري. المهم ما علينا احنا من حسابهم، بس طبعا انا متبعيتهم وهن نزلوا بوست يقولون فيه اشي كثير كثير يجن. هلا رح قلكن ياه، بس اول شيء اللي عنده انستغرام ان شاء الله يروح يضيفني عن جد، بليز روحوا هونيك وصلوني 10,000 فولورز، لانه احنا هلا ما شاء الله باليوتيوب تقريبا 100,000 مشترك. ان شاء الله خلي نوصل 100,000. بليز اعشقكم من جد، اثق فيكم رح توصلوني بهذا الشهر قبل عيد الاضحى ان شاء الله. يلا وصلوني 100,000 قبل عيد الاضحى عشان اسوي لكم فلوج فلوج بقناتي اسراء فلوجز، وانا تجهيزات العيد وتجهيزات كمان حفلة 100,000. هون بهاي القناة رح نزلكن حفلة 100,000 وهيك، يعني فهمتوا شلون؟ يعني انتو شو لازم انكم تسوون؟ وصلوني 100,000 قبل عيد الاضحى، اوكي؟ هلا وصلوني 100,000 يا جماعة، الكل يشترك، قولوا لأي حدا بتعرفوا انه يشترك، قولوا لكل العالم انه يشترك بقناتي. يلا سبسكرايب تو ماي سبسكرايب make sure to subscribe to my channel. yeah هيك يا اشتركوا يلا. اوكي، شو كان بدي اقول؟ روحوا يا جماعه على صندوق الوصف وحطوا فولو للانستغرام تبعي. invited to you to play. اوكي، هلا والله في حدا سوالي انفيت لبلاي، هلا والله نروح من عيوني. اوكي، خلينا نكمل. اوكي، روحوا يا جماعه على صندوق الوصف حطوا لي هونيك فولو بالانستغرام، لانه من جد حابه اني اوصل ل 10,000 مشترك يعني فولورز، عشان تنفتح عندي كتير ميزات زي السويب اب اللي بتكون بالانستغرام بستوري هيك اشياء. ان شاء الله رح انزلكم هونيك صوري وفيديوهات هيك اشياء. اوكي يا اوكي، اللعبة على قطع فكرة. المهم طبعا يا جماعة فكرة هذا الفيديو انه بدي اشارك معكم بوست نزلته شركة لعبة بي كي اكس دي بالانستغرام. نزلوا فيديو قصير كثير كثير على شكل بوست بيقولون فيه اشي كثير 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 مهم. لكن طبعا يا جماعة هيك كان البوست تبع الانستغرام، بيقولوا انه يعني حاطين هيك فيديو يا جماعة قصير، هيك فيه هيك يعني هذا الحذاء، هاي الشوز تبع البامبلي باك. كمان كاتبين هون تحت the PKXD universe is coming to the real world، يعني ال PKXD universe جاي للعالم الحقيقي، يقصدون real life الحياة الحقيقية. يعني يا جماعة يا
يعني هاي البي كي اكس يونيفرس كأنه ملابسها أو هذا الحذاء بده يصير بالحقيقة، يعني بتقدروا أنكم تشتروه أو تحصلون عليه وتلبسوه بالحقيقة. يما كثير حلو إنه هيك تشتروه ببي كي اكس دي كمان بالحقيقة، إيه شيء كثير حلو. هذا اللي أنا فهمت، بس من جد ما بعرف، بس حبيت إني أشارك معكم عشان أنتوا تقولوا لي، وهيك يعني هيك حبيت إني أشارك معكم وكمان أسمع شو توقعاتكم. أقصد أقرأ، يعني مو اسمع اقرا، يا كمان بقدر اسمع. روحوا يا جماعه الانستغرام تبعي اسراء جيمر 10، ابحثوا علي ارسلوا لي مسج. ليه لا ما اسمعكم يعني ارد على الكل، كمان شاركهم هنيك معكم كثير اشياء. روحوا هنيك وصلوني 10,000، بعرف انه انتم قدها زي ما وصلتوني هون باليوتيوب ما شاء الله ل 90,000 مشترك واكثر. بتقدروا هنيك كمان توصلوني، يلا نجد هنيك كثير كثير معلقه بال 4,000، يلا روحوا وصلوني 6,000 7,000، يلا يلا بدي اياكم تروحوا تفجروه فولورز. يا المهم نرجع لموضوعنا. طبعا ماني عارفه عن جد شو بالضبط، فلهيك سويت لكم هذا الفيديو اشارك معكم هذا البوست عشان انكم انتم تخبروني بالتعليقات. اوكي سو اذا شفنا تحت كاتبين that's right folks soon، انه هاي الاشياء رح تصير يعني قريبا، هالاشياء حقيقيه، هالاشياء رح تصير يعني رايد رح تصير حقيقيه قريبا، that's right folks soon، انه قريبا. guys I'm so excited، انه كثير كثير حماس، كثير متحمسه because يعني هاي الاشياء رح تصير in real life. so yeah I'm so excited عن جد. يعني 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 شو بدي اقول، تشينتا 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 مبسوطه كمان متحمسه عشان يعني شوفوا شوفوا اقراوا اقراوا انتم the PKX universe is coming to the real world. وحاطين هذا الحذاء اللي انا قلت عنه باول فيديو، اول فيديو تبع هاي الباقه لما جربته لاول مره باللعبه، قلت انه عن جد هذا اكثر حذاء صار يعجبني. ما بعرف اذا PKX دي شافت الفيديو فهمتني، هو بسم الله بدهم يكونوا عرب، بعدين سمعوني قلت انه عجبني وراحوا يسووه من اجلي، من اجلي عشاني. واو اها واو، لا وربي عم بمزح عم بمزح. اوكي I'm joking I'm just kidding. لا مستحيل كيف يعني، بس ليكو 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 اقرأوا 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 ليكو يا جماعة اقرأوا انتو هون the PKX universe is coming to the real world. real world real world عن جد بدي اليوم احلم real world world world. ما عليكم، وحاطين هاي صورة هذا الحذاء اللي عجبني، فمعقول بده هذا يصير بالحقيقة؟ يما تخيلوا يعني واو كثير حلو. اوكي جايز على فكرة اللعبة كثير بتعلق لهيك، يعني هلا اجيت اخيرا 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 دخلوني على اللعبة. المهم اوكي اوكي يا جماعة الصراحة كثير واو، انا كثير متحمسة. قولوا لي انتم شو رأيكم وكمان شو توقعاتكم، انه ايش بيصير يعني، انتوا قولوا لي شو توقعاتكم، شو بدكم يصير يعني، ايش بتقولوا انتوا بخصوص هذا التحديث، يعني اقصد هذا الاشي اللي رح يصير، انه كيف رح يصير بالحياة الحقيقية. قولوا لي انتوا يا جماعة شو ارائكم، وهل انتوا متحمسين او لا. اوه بس طبعا احبكم كثير كثير كثير، وبس يا اكتبوا لي يا جماعة تعليقات، كثير اكتبوا كثير تعليقات. يا بس احبكم كثير كثير كثير، لك طلعوني من هون. يا بس طبعا احبكم كثير كثير. اجت الجدة عنا، اجت الجدة تعرف ايش هاد. اوكي هاي الجدة، شوفوا شخصيتها شلون. هلا والله. اوكي بس طبعا يا جماعة احبكم كثير كثير كثير، وبس اشتركوا اهم شيء، وباي باي هيك باي.